إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من إقليم اليوسفية، وبالضبط من خميس زيمة من الشماعية. كنقول لكم نهاركم مبروك وتحية صباحية من الشماعية. اليوم الخميس وجينا نشوفوا السوق اشنو داير وشنو قايل، خصوصا مع اقتراب عيد الاضحى. هاد الحوليات اللي كتشوفوا معنا غتصدموا في الثمن ديالهم، وكنقولوا الله يحسن العوان في الكسابه اللي قادرين يشريوا هاد الشيء بهاد الاثمنه، خصوصا ان الاعلاف في ارتفاع مستمر والثمن غادي غالي. البارح الناس في الاربع مول البرقي يقول لك البقره كتاكل اكثر من داكشي اللي كناكلو انا وولادي في سيمانه، هي كتاكلو في ليله. البقره ولات كتقام ب 150 درهم الصير ديالها بعض المرات في النهار. هاد الحوليات اللي كتشاهدوا معنا، هاد الصغيورات، هاد الفنيكشات دايرين 1500 درهم، 30000 ريال. كي داير الثمن اسيدي السوق؟ انت تسوقتي اليوم؟ كاين الثمن. وفين غادي الثمن هذا؟ فين طالع؟ الحمد لله. الحمد لله. حنا باغيين الثمن. علاش؟ وبغيناه. وعلاش راه غالي بزاف؟ لا لا ما يكون. أنت اسمح لي. أنت دور عندي عافاك. لا ما يكون الثمن ولا يكون ما كاينش. ياك. إلا ما كاين الثمن ما نقدرش نوكلو. إلا ما ولكن دابا راه هادشي راه غالي، راه 30. حنا غنبيعو الثمن وغنوكلو. تبيعو بثمن غالي دابا، هادي دابا بغيت تعاود فيها البيع، شحال تعاود فيها البيع؟ تما حنا ما عندنا غرضنا، خاصنا نديرو قدامنا ونبيعو، ما عندنا واخا نشدوها فلوسنا. ياك. وكنت دابا هذه 30000 ريال، شحال مازال تصير على هذا؟ شحال عندهم هذو؟ شحال من شهر هذو؟ 8 شهور. وشحال مازال خاصه؟ اربع شهور تكمل العام. تكمل العام. هذه شحال خاصه ديال الصير في هاد اربع شهور؟ شحال تصير؟ خاصه واحد من اللي راه كاينه بركه اخرى ماشي هذه. عندك انت بارك دابا كتهبط للسوق كتقدى. دابا غتخلط كثيره ما كتكونش غاليه بحال كانت قليله. اذا دابا هذه فاش تدخلها للسوق انت على الاقل تبيعها ب 40000. 40 ولا 36 ولا 38 غير مع النهار تاع. دابا حيت هذه شريتيها ب 30 الوحده. ايوه. غتزيدها واحد 8. نهار شوف نهار اش يقول؟ دابا ندخلوا للسوق. كنبيعوا باش واخا تشدها فلوس. ياك. جا في لاشي كنشوف ما جا في لاشي شدها فلوس. المهم الخساره وانت كتسمى راك داير وخدام وعندك الكسيبه. ما تقدر تخوش معها. واخا وبالنسبه دابا هذه الحوليه بالنسبه للحولي. لا لا انا غادي تعزي هذاك على حساب العيد. شحال غيخرج الحولي ديال العام اللي فات اللي كان داير 40000 ريال؟ هذا العام شحال يتباع؟ 120 و120. انت اش كتقول؟ ولا 120؟ 120 دوكا كاينه 120. دابا ديال 40000 ريال غيديروا 120. كاينه 120 اليوم كاينه 120. دوكا لا قال السوق وقفوا 60000. 60000 دابا ولا ب دير لكم 120 مش كاين. ما بقاش كتيبه راه ما كايناش كاع. يا ربي. الام اللي كاين اللي بغات تولد راه ما بقاتش. هي هادو دابا هادشي علاش كتهبطوا تشرو الحوليات دابا انتم؟ وي خلوها باش نلقوا لها. 10 كيلو 12 كيلو 10 12 جوج. 12 داروا مقيومين عليك دابا هادو ب 3000 كيلو. 3000 ريال الكيلو هكا. هكا. وغتزاد ورا الخلا هذا سي دابا غتزاد شويه راه غادي دير عليا غتبقى في دوك راه غتبلاد وغادي غتعود ديرها 25 كيلو 26 كيلو وديك الساعه هذه اذا بشحال تهبط هذه ما تهبطاش ديك الساعه بهذا الثمن اللي كتقول ديال 38 40 واش غندير؟ لا دخلت السوق راه غيحبس لي السوق غادي يعود غالية كيف ما كنقولوا. الله يحسن العوان. هاد الكسابه راه قال لك اودي راه العلف غالي، العلف غالي والعيد. واش راه ما تقولش خوي الكوري واش دابا انتم عاوتاني عندكم المساله ديال ما تخويش الكوري؟ ما تخويش الكوري ما تقولش واش ما تقولش تطلع علينا الحيط. انتم عاوتاني الناس تلبع ديال الكسابه هذا هو الفلاح الكوري الا كان واخا بالخلق واخا بالخطيه. يا ربي السلام. ولا عجله شدي الباله بشحال اليوم عندكم في السوق؟ هاي شر دير 1200 اها. وهاد الفاصه دير 100 درهم. على هادي ولات 100 درهم ولا؟ الفاصه 100 درهم. فاصه 100 درهم؟ اه. وبشحال كانت؟ العام اللي فات شحال كانت؟ وهاديك لا كانت 1200 1300.
زاد فيها 40 درهم دقه واحده. فيها 40 35 درهم. شوفوا معنا متابعينا ومتابعتنا الكرام، هاد الحوليات هادو اللي كتشاهدوا معنا اليوم 30000 ريال، السوق مفقود فيه الغنم واللي كاينه راه ساويه الثمن. هذه حوليه راه دايره 30000، والسيد الكسابه كيقول لك الحولي ديال 40 راه غيدير 100 120 80 دايره دابا. وعلى بالسلامه ملي غيدخل العيد راه غيتزاد الثمن. ها غيدير مال ما غيديرش لا غيدير 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 كثر كاع مالو مال اي هو مع السوق هو الكسابه راه ما عطاه السوق راه ما يرجعش ولا حبس السوق راه كامل. كيفاش كيتحبس السوق؟ كيفاش كيتعطى السوق؟ ملي عطى السوق ولقى التمر ماشي زعما تا هو راه ما يحمش الكسر ياك ولا عطى ولا قرق عليه السوق راه يبيع يبيع واخا بخطا يبيع. وكيفاش خاصو يهبط الثمن في السوق؟ يو مع الوجد الا دخلت السلعه. دخلت السلعه والسلعه كاينه دابا ولا ما كايناش؟ الناس كاينه السلعه مغبره الناس كلها في شاده عندها السلعه. دخل السلعه وكتعلم يا يا الهي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كبير عمي شحال مخيفات؟ جينا في الوحدة. تمام خيالي يا صاحبي. شفتي السوق اليوم؟ وييي. كي جاك التمام؟ 10 ولا 100 ولا 100 ولا 50000 عمي. اها. والله يجي ربي يرحمنا صاحبي. يا رب. شحال ناوي تشري؟ شحال كتقول غتشري؟ وي اخويا انا قلت انا كنا كاع نبيعو نشرو حنا كنعايدو عليها الوالدين ديالنا 15. كاع شي حاجه 15 على هذه 10 ديك الساعه راه كان العيان عنده 100 تاع الغنم 50 تاع الغنم. لا دوك راه الخيمه كتبقى فيها 4 نعاش ما عرفتيش هادشي الخيمه كامله ما عرفتيش 4 نعاش ما عرفتيش الحاجه الشيء اللي داير هادشي شنو هو؟ هو المصب ما كاينش والصب ما كاينش والكسب ما بقاش الوقت حيت هادشي ملي كان رخص كان الخير موجود كان الماء مطلوق ما كانوا لا بيار لا والو كانوا السواقي القوادص هذاك الشيء يجي من عند الدوله والدوله ملي زيرت الوقت الناس واش الجو الدوله قالت لهم الشتا ما تصبيش راه الشتا ما كاينه هي راه مع الوقت هذاك الشيء راه نشوف الله اش باغي ولكن هذا راه ثمن والله يرفق بينا يا ربي يا ربي شي شبعه ديال الشتا يا ربي شي شبعه ديال الشتا يا ربي يا ربي يا ربي وانتم كتساعدوا معنا وشتوا معنا هذا الكساب هذاك الشيء كيعاود على الظروف وكيعاود على العيد الكبير شنو غيجيب الوقت بحال دابا حنايا دوك هي الفصه شارينا ب 2000 100 درهم الكاميو عندنا حنا دوك هادي هي الفصانيت اللي غياكلوا هادو قال لي 100 درهم بايعين لي حنا هاد انتوما اللي بايعين لي هي حنا باش شارينا باش بايعين لي هادي 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 تبن عادي هادي العادي هادي ماشي فصه ها تبن هادي تبن 14100 الحرج ها تبن هادي يا با 14100 اي هو قال لك السب مالو كيدير السب من الله ومنو تا كي انت تسمع 14100 البارح راه خليناها في الاقليم ديال الشيخ 60 65 اليوم الشماعيه خميس زيمه 70 درهم الفصه دايره 100 درهم الفصه 100 درهم من 60 65 قزات 100 درهم الكساب يشاهد ويراقب في صمت ولا يستطيع الحديث او التحدث كارثه خنشة ديال التبن 70 درهم الخنشة ديال التبن ب 70 درهم ب 10 كيلو وازنة وازنة 10 واقفة 10 كيلو 10 كيلو كاع 10 كيلو ما واصلهاش قد قد 70 درهم التبن بشحال كانت البالة ديال التبن هاد 10 بشحال كنتو كتاخذوها العام اللي فات 600 500 تقول صافية الصيف يكون داكشي الحمد لله دابا مع هادشي ديال المطار مطار الله يفرجها من عنده شي بيد الله دابا راه تبرى ولكن هادشي راه غالي راه هاد الحولي هذا راه حولي هادو دابا راه 30000 ريال الحمد لله الناس شاريه ولا لا والعلف غالي وكل شيء غالي والحمد لله اذا العيد الكبير بشحال غيدخل على الناس ما كنحسبوش ليه ما عرفنا انت كساب سيدي ولا فلاح ولا كساب الحمد لله تغلبنا مع كنا قضينا على داك الشيء الحمد لله كنا قضينا على داك الشيء صافي انت كساب فاش كتشوف الضرر عندك فين عندك الضرر الضرر عندنا في العلف في جميع ميكان
كل شيء ما يبقاش عروق اللي راه تحب ندير اكثر من ياك انت كلشي كديرو تشري التبن تشري المقاله تشري العلف تشري كل شيء تشري الماء تخلص الضوء كل شيء بحال ما بقاش فرق بينه وبين ندير هذا ما بقاش الرخاء قول لي في العروبيه والماء ما كاينش فلاحه ما كاينه اربع سنين ما كاينه فلاحات ما كاينش يا ربي امين يا ربي يا ربي فتخيلوا معايا متابعينا ومتابعاتنا الكرام هاد الخريفات هادو اللي كتشاهدوا معنا هاد الصغيونات هادو حنا اللي ما عبنيتي حنا اللي باع وباع لا شيخ اه لا شحال ناوي تشري كنا ماشي نقولوا 15 كتشري بحال هذه كتعيد بها 15 غيرش اه باك مازال زيد تاكل مازال زيد تاكل واحد 10000 ولا 8000 فارق في 10 كيلو 8 كيلو شحال ديروا ديما تعيد حتى جوج ديال النيف روح ايوا هادو متابعينا ومتابعاتنا الكرام الاثمنه ديال الحوليه اليوم هنا بسوق خميس زيمه وغنشوفو مالين التبن ومالين البالات بالصحه والراحه لا هذاك الصحه اش داير تماك سايكوك وا اخويا برد اخويا ملي هاد الاثمنه هادو دايرين هكا خاصكم تبردوا اخويا هاني نهبط ريح خلينا نتعشوا نجمعوا معاكم شوي ونشوفوا الاجواء منين نتوما الدراري منين نتوما سيدي بالنور اه الناس كاينه فينا بلاصه من الغانم فين سيدي بالنور نيت عندكم سوق كبير تماك وزين اشهر سوق عندكم في المغرب اللهم بارك كي داير الوقت ما مشوراش جار هادشي كيعض المعلم واحد غادي شاف واحد تمشي واحد من الاخر لا اله الا الله جايبين هادي من البلاد نيت هادي ولا كتقضوا بجوج هادي هو مشر جاي 100 درهم ولكن 100 درهم كثير علاش تزاد فيها في الصباح هذا تما كل البوطه والبيار كيكون البوطه البوطه بقى ما زادوهمش الثمن واخا ما زادوهاش في الثمن راه غاليه ها واخا ما زادوهاش راه غاليه بوطه يلا كتسقي لي خدام ولا ما تسقيش لي خدام ياك نتوما مش هكا تاخذوها من بلاصتها والله الا 100 درهم 100 درهم والله الا 100 درهم مش هكا تبيعها واه تبيع على 100 درهم 50 درهم الا شدك السوق تبيعها بفلوسها ياك اه عطيه سير هذه حيد ولدي حيد لك البصه دابا هادو والله يقسم بالله راه حالك مدوب لا كتاكل ليه دابا ديالو هاو شي هو حول انا راض معاك البال هذه الدرقانيه مشرينا خدنا فيها 400 بالا وما عرفت السمو اها طينا 18 ما بغاش قال لك عاطيني 19 قال لي ودي راه حنا في السوق شحال غنبيعوه قال لك اودي انا بغيت فيها 1000 عجبك بها مرحبا ما عجبك قال لي شحال غنبيعوه في السوق وعندك 100 ريال صاير يا ودي حنا طلع هو انتم كتخلصوا فاش كتدخلوا السوق راه عندكم جايين بالمازوت وكرات الكاميو الا كان وعندك ناس الشيطان ودخل تدخل سي تاوي ما كيقيدونا بالله اه على العلو عندك شو على العلو السلعه غاليه في البلاصه الله يحسن لها ولا الوكال ولا كل شيء داير نغزه كمل لي المصروف قلتي 5 دراهم زيد السلعه غاليه في البلاصه خويا ولا شي حاجه بزاف الله يعين الله ولا الاول ولا في الكارسه بزاف الله يعين الله كيقول لك الثمن باش كاين في السوق واش باغي يبيع 8 ملي كتجي الناس كيسمعوك حتى انت اللي دير الثمن انت زيد بشحال دابا بعتو قلتو دابا خديتو ب 100 درهم كاين 2100 2100 لا شدك السوق تبيع فلوس ولا شحال السوق راه غتاخر وترجع كتكمل بنجي لك واحد المره ايوا والصاير كمل ماشي شحال دابا من سوق وقع لكم بحال هكا كليتو فيه العصافير هذه راسو كامل بحال ياك ما يجيش بعدي في يمشي وصافي الله يسلمك دابا خارجين خدامين خدمه حمار طاحونا حاشاكم وصاف اه كدوروا الفلوس بدلوا في الفلوس وصافي وكاين اللي بلي باغي يجي السوق اه ما لقيناش بعدي وصافي لا اله الا الله
السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره؟ بخير الحمد لله. انتم من الشماعيه؟ لا انا من البنابهه. من البنابهه فين انا اقليم؟ فرق 44 ولا 44. ايه ايه البنابهه راه مشوار. ايه كي داير الوقت؟ اش ريح قدامنا؟ ريح 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 اخويا ريح عيال الملعب اخويا ريح معنا كساب. الامور داير الكسيبه من قديم ولا يلا بديتي؟ لا انا كنبيع 20 دابا في البال. انت خلي عندك كنبيع 10 في البال وكاين دايرين الكسيبه وكلشي دايرينو. غير هو هادشي دابا غالي مع العلاف مع الفصه مع التبن وصل واحد الثمن خيالي دابا حاليا. شتي هذوك النعيجات راهم هذوك الحوليات هذوك راه 30000 ريال الوحده. راه كاين ثمن ولكن هذا الثمن هذا راه ان حتى هو الكساب معلم دير العلاف دير شحال من حاجه لانه هذيك الساعه كتقول 30000 ريال راه خاصها بعدا واحد 10 درهم في النهار اللي على الاقل. على الاقل لانه دابا حيت العلف دابا السكاليم راه داير 5 درهم الفصه دايره 100 درهم والفوق ما فوق 2200 التبن داير 65 درهم التبن داير 65 درهم هذا ما كان. اذا طبيعي انه يتزاد الثمن بهذا الحال. طبيعي لانه يتزاد الثمن وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يرحمنا. امين. الوقت داز شويه. العيد الكبير اش خاي اش كتقولوا في التوقع دابا تا كساب وعندكم هنا في المنطقه ديالكم الكسيبه والحولي موجود بالنسبه للثمن كاين شحال تقريبا حيت هادشي دابا اللي شناه الصباح هادشي راه كيخلع هو اضعف الايمان بعدا اللي كان اللي بغى شي حاجه قليله بعدا راه اضعف الايمان 4000 درهم اللي بغى يعيد اللي بغى يعيد 4000 قد هاد دابا هاد الخروفه هادي اللي شناه ايوه هادي دابا تخدات هنا دابا 1500 هادي دابا تخدات دابا هنا العيد كبير شحال توصل انت قلت لك دابا على الاقل دير لها بعدا نتا 10 درهم دراك غتفتف معاها شويه دير 10 درهم 3 شهور اللي باقا ايوا دير لها 3 شهور اللي باقا دير لها 3 شهور اللي باقا 6000 18000 على 38 48 هادي غتولي ب 48 هادي غتولي دابا ب 48 هادي دابا نقولوا هو ما عندوش فيها ربح هادي غادي تولي دابا ب 48 هي باش شوف السيد اللي مقابله هو وليداته مع واحد ثلاثه الوليدات شحال داها وجابها ودخلها للسوق جابها وعندك مقابله غير هي بحدها هذا ما كان اذا هادي على الاقل واحد 54 56 اللي قلنا غيتاخذ هادشي اللي نقول لك انا حيت نقول لك هادي غير حوليه اما بالنسبه للخروف با با اضعف ايمان 4000 درهم ولكن لا تسحب انت دابا راه حنا دابا درنا لها عمليه حسابيه وفينا الادويه ديالها حسبنا لها حنا العلف الادويه ديالها قلت لها مشينا في هذه الحسابات راه غتولي ب 60000 باش تدخل السوق انا دخلت السوق 60000 شكون هذا اللي بغى يشري حوليه ب 60000 انا ما عنديش مقدوره انا نشري ب 60000 هذا الكساب تسحب انت هو كيصور شي حاجه والله ما كيصور مسكين شي حاجه تماره ويدوز من هنا ويبدل فلوس باخرى ودا لا بيع 10 ريال كيفاش غادي تعز عليكم الفلاحه كاملين كيقول كي لك كنبغيو نبدلوا فلوس باخرى هذا ما كان مسكين عاد البليه كاين اللي بلي بالخروف كاين اللي بلي باي حاجه هذا في الميدان ديالنا حنا كنبيعوا الشوك الفصه والتمن لما جينا السوق سمرت حل الفلاح تا هو دابا هو السوق راه قرب يسالي وانت باقي ما ساليتيش كلشي واش غادير اش غادير تحول سوق اخر تحول سوق اخر تسنى عاوتاني حتى الغدا حتى الغدا اش غادير شحال جايب من بال انت جايبين اخويا 160 بال 160 بالا على 5 درهم ديال الربح فيها صيره فيها كلشي شحال نتوما من واحد جايين اخويا انا ودري خويا والواليد والكاميو ديالنا وانا خويا عازر كنديت انا باي اجره ديالي الوليدات واش تخرج معك السوق تقريبا ما 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 كاين حاجه كتقول لهم نصور 1000 ولا 2000 ولا تريح اش غتريح ابراهيم تابعك مسؤوليه حالو تيجبد كلشي يجبد اش غتمشي تشفر شتي لو كان الوقت هي هذه اخويا بنادم عايش تيموت شتي لو كان شتي لو كان البال داير مثلا واحد 70 درهم 65 درهم 60 درهم راه يتباع يتمشى دابا حيت مع الثمن دابا طالع الانسان كيقول لك دي مثلا 20 بال دي مثلا غير 10 من دي مثلا 20 بال دي غير 10 لانه كاين ثمن كاين ثمن كاين ثمن دابا هاد الفصه هادي راه تزاد دابا واحد 35 درهم 40 درهم باش تزاد في ظرف عام في عام في عام وكون دابا صبات الشهر جاب الله وجاب الخير كلمي قولي دوز عند حمزه 40 درهم قول لك والبالا ديال 50 درهم اي تغلى كاع 50 درهم وتبن هادي فصه وتبن التبن دابا داير 65 درهم 60 درهم
بشحال باش شحال تزاد؟ 35 درهم كيتزاد خاصك تزاد مخالفه دابا انتما مساله المخالفه كاين القانون كاين القانون مخالفه جيم الا بغيتي شوف لا الا بغيتي كاين المخالفه كتزادك مخالفه الا بغيتي مثلا من ناحيه ما ديرش مثلا المخالفه غادي تجيب غير 100 باله 100 باله بشحال غادي تكون 100 باله مثلا الكاروزه كنتي مثلا 200 باله بتصير على 1000 درهم ياك يعني غتجيب 100 باله تصير على 1000 درهم كتقول والله ما كنزيد هذاك شويه وماشي مشكل نقيد واحد المخالفه شحال فيها المخالفه هذيك عندك 150 300 درهم 16000 كاين المخالفه تاع 16000 جاي صايك بلا بيرمي اجي 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 باياش كنخوو بعض المرات كيزيروا معنا كيحطوا فيها الباص الطريق كاكا اخ قال لي شنو لك الاخ ابراهيم لا لا الدراري خلونا نهضروا معكم خلونا نهضروا معكم وعليكم السلام منين اخويا انت منين البلاد؟ انا من دكاله من دكاله منين بلاصه في دكاله؟ ولاد عمره ولاد عمره مشرفين بنا سيدي ولاد عمره محلو الله يبارك دخلوا شوف تي في لايف مرحبا بكم خويا اجيب الا بغينا نجيبوا الفايش كنتم جايبين الفايش كيصعبوا معنا كيقول لك الحموله كيقول لك الحموله الا جيتي بغيت تجيب هذيك 100 باله ولا شنو هي ما غتجي الناس هي غتجي مصير وغتجي ما تشكتي قانونيا حيت دابا شوف الحموله نهضروا نتعاطفوا معاك الله يحسن العوان الباله غاليه 5 درهم فالصير تزادك 150 درهم اخرى ديال البروسي راه كارثه وراكم واكلين العصا يمينا وشمالا ولكن فاش كنهضروا على السلامه ديال المستعمل ديال الطريق وانت غادي غدور مع واحد الفيراج وجيتي عام لونسي بواحد 70 وهبطتي على الفيراج بحال هادو اللي جايين من جهه يغول ولا على هذا وتقول له خفيف ما يقلبكش راه فيها مخر راه فيها حتى السلامه ديالك وفيها السلامه ديال الناس اللي قدامك فبعض المرات كنشوف انا الكاميو دابا انتم هذا راه ما عامرش هذاك العموريه اللي كنشوف انا في الطريق هذاك العموريه اللي كنشوف في الطريق غير كيتم غادي ها داير الكرش يمينا داير الكرش شمالا والله عمر صدر هو يصوب من يا ربي يا ربي شي طريقه انتم كتقولوا انتم دابا كفلاحه ولاد الارض ولاد شي طريقه من غير قضيه الشتاء انتم من الناس ديال انتم من كنهضروا معاكم انتم من اللب ديال كنقولوا جيتوا من قاع الخابيه انتم عايشين في قاع الخابيه وانتم الاولين اللي مضرورين عاد من بعد كيتحول الضرر من عندكم لعند المستهلك انا تا انا فاش غنمشي نشري السوق نمشي نشري انا موالف كنشري اللحم 1200 ولا 1600 1800 المدينه راه داير 100 درهم الثمن ولا الهيه والله ما بقيت كنقدر نشري اللحم الثمن ولا الهيه الثمن ولا الهيه دابا انتم كحل ليكم انتم كتشوفوا كحل شنو نقدر يكون حل من غير حنايا الاخ خليه ما كاينش هو ما كتهضر في كل جهه اسمع الاخ نبيع وشري تابعين السوق هذا الشيء اللي بغا يجي من الفوق تابعين السوق الغلاجي من فوق ودال فهمت انا بان الغلاجي من فوق انت كتقولوا الحل واش كاين شعل ربما تقدر تكون بين لكم انتم شي حاجه ما بيناش لهاد المسؤولين ولا ما بيناش شي حاجه ولا ما بينش لينا حنا تابعين السوق تابعين السوق دابا جيتي طاحت السلعه راه غادي نطيحوا حتى حنا غلات راه كنجيبوا مطان ديال مع الفلاح فهمتي ولا فهمتي الله يصوب والله يرحمنا كنطلبوا من السياره بترحمنا يا رب يا رب الشيء اللي دايرش اشتري ما كايناش اللي ما كايناش ودير لنا شي فاتحه شي فاتحه اجا زيد قرب عندنا با زيد 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 با زيد لينا شي فاتحه با الحاج الله يحسن العوان وقول باز هاد الناس هاد المساكين باز الله يسلمك ها باز هاد المساكين عادي فوت القضيرة فوت المحلمة كيسبق وسبق البال هو الأول كان اللي عنده هاد العجلة ثلاثة قاهرين كان اللي عنده هاد القيلة هالكا هادا سالة كان يسلف ولادو كاع ها ولادو كاين ما بقاش كتسوق ليه داخل مع البهيم وداخل مع البعض والله حتى العوان قال لك كاين اللي ولاد بهيمته تاكل أكثر منه ولاده والله انت كساب دابا ولا بيع شري
15 درهم يوكلهم الخضره على هذا الحساب يوكلهم خضره احيا انا يا سيدي وكان واقول الله يجعل ربي يشوف فينا يا رب يا رب وكل واحد نقول لك تبع عندك شي كامل عندك شي كامل الله يخلينا مالكنا وصنعنا يا رب امين الله يخلينا مالكنا العزيز يا رب امين هو اللي مراعي لينا هما القزابه الاخرين الله ما قال لي خطيك قبل الصدور الله والملك والوطن انت اللي كنعرف اش الملك الله يعطيك الصحه والعافيه الله والملك والوطن ورفع يدك نعم دولي والاخرى الله لا راه عليك بخطا لا راه عليك الله لا خطي علينا رحنا عايشين في ظله احنا عايشين في ظله الله يطول لي العمر امين وين ربي شافين من عنده يا ربي يا ربي لا خطي علينا يا ربي لا خطي علينا يا ربي الله يعرف اذا ربي يسمح لنا والله يكافينا يا ربي وشاف المرضى يا ربي راح نموت يا ربي كنا غاديين يا ربي كنا دايم مزوجين ساعه وليدي وغاديه وين الله يسمح لنا الله يغفر لنا كي تبغاه الله بعدنا ما نقول يلا الله لا يعطي خيره ما كان لي منعه نبغى يشوف راك يشوف والله يثبت العمالك وتسال الله يسهلك الريوش يا ربي امين يسالك تجيب شي حسنه الله يخلصك يا ربي امين ماشي اللي غنقول لك يا ربي امين الله يجعل ربي يخلصك وهاد العواتيك يا ربي امين السلام عليكم يعطيك الصحة اجي امي يمتي انا امي يمتي سمعتك كتعيطي اني هاني هاني دوي على حقي وبغيت نقول انا اش كديري هنايا دابا انا يا وليدي كنحوشت بينا نتوما هذوك العيالات اللي كتجمعوا التبن من اللي كيطيح في الارض كتبقاو تعمري دابا هذا الشيء اللي عمرتي دابا ربي نشوف عافاك باش الناس يعرفوا شنو كدير انا اش تكون ها هو في الخناشر البيع ها هو وليدي ها خنيشات ها متبينات راني بعت الخنيشات بعت الخنيشات هاد الناس هاد العيالات المتابعين ومتابعاتنا الكرام كيجيو للسوق هنايا فاش كتحول البالة من قنت لقنت كيطيح منها واحد شوية هذاك شوية هما كيكنسوه بواحد الشطابة كيجمعوه في خنيشات كيتسناو حتى يجمعوا حتى هما خنيشة وعاودوا يبيعوها يبيعوا ديك الخنيشات حنايا باش تسقاطوا على روسنا باش نصيروا حنايا كتضلي دابا النهار كامل من دكانة جيت انا هنايا باش الروك ولا الراجل عندي قليل الصحه ما بقاتش في صحه والوليدات فين هما ماما الوليدات كلها ولاو لدراسه في هذا الوقت كلها تزوج وداروا وليدات الله يسهل عليهم لا اله الله يعاونهم وانايا كنستقلف على راسي وعلى الراجل اللي قليل الصحه شد لي الخيمه شد الدار ما تلقى اللي يخدم ما تلقى اللي يردم دابا تجي انت من دكانة هنايا باش تجمعي فلوس وغادي راكبه بفلوس باش نصير على رواياسي وباش نوقع باش نروح على راسي. وخاطر لك دعم شنو شريتي؟ شديتي دعم شحال حاجه؟ باقي ماشي دعم شوليدي باقي ماشي دعم باقي ماشي دعم. جرب. باقي ماشي دعم. راني كندور على راسي. شمن سواق اللي كديري دابا؟ كندير الخميس ثلاثة السواق. غلام ابراهيم. شحال كتقدري تجمعي من خنيشه في كل سوق؟ نبيعهم نصير منهم نركب منهم ونحلل. لا اله الا الله. واحد يقول غير هذا السيد. إذا ما لقيتش ما نجمع، إذا ما لقيتش ما نجمع. أنا كنشرب موبايل. كنشري ديك الموبايله من عند الدراري كيدفعوها لي هاد الدراري هاد الدراري. يدفعوا لي ديك الموبايله ب 1200 ب 1100 1150. كينقصوا لك. يبيعوها لي ينقصوا لي ديك الطايره ديك 50 ديك 60 ونفرتكها ونعمرها ونبيع. كيفاش كسرتكها؟ فرتك ديك البايله فرتكها نعمر بها الخنشات ونبيعها نقف عليها تعاوديها وكان ربحها قليل هذاك الربح قليل شويه المهم الدراري كيتعاونوا معاك كيتعاونوا معايا الله يرضي عليهم حيت شفت بزاف كاينين واحد المجموعه ديال العيالات هنايا هادو غير انايا كنجي دكاليه كيتعاونوا معايا هاد الدراري هاد الدراري تا هما دكاله الله يعطيكم الخير هاد الدراري الله يعطيكم الخير الرضا 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 الله يعطيكم الصحة والناس الصاد خويا رابح. بالا براس مالها. الله إلا بعت لها بالا براس مالها. الله يعطيكم الصحة. والله إلا واخا دابا 1200 بعتها لها ب 1200. بعتها ثلاثة دبويلات هاي درك باقا كنت سالا الفلوس. أييه أنا غنكمل لك والله إلا باقا كنت سالا الفلوس بالله. هاد شي في السوق اللي فات. هاد السوق هذا. اليوم دابا كتجي دي السلعة من عنده تتسالي وتجي تخلصي. الله يعطيكم الخير الله يعطيكم الخير الدراري الله يعطيكم الخير.
كان اللي ما يعرفهاش كي داير نحصل فيها كتبقى فينا بقى فيا وبنت البلاد والله العظيم لك تغنسالي الله يبان نقول لهم هذوك الحشومه تخليوا هذه السيده هذه تخدم على كضرب تما قال لك داير نحصل بحال هذا الربوج يلاه بدا يبيع ويشريها كاين الله صاحبي هذا قالها فات تقول كل الله المراه مسكينه طايشه ثلاثه انا خدام والله الا خدام قسما بالله لك كنت بنت لا واحد بلاصه لبلاصه من حديده لحديده كنت بعليا راكبه باش ولا لقيت المعرفه كيطلقوني المعرفه كيطلقوني نعصروني وردوني بحال هكا وانا علاش كنبيعو كانوا بالصدق بيع بالصدق ونجي نخلصهم ونجي بحال هكا دابا انت ساليتي دابا جيتي تخلصيهم اجي تخلص ماشي غنسلس ونجي بحال هكا نجي نخلصهم ونجي بحال هكا ولاد بليده مساكن هذه رساله للناس تاع دكاله دكاله الحرار اللي معروفه بهم الناس سيدي بالنور عندك شي نمره التليفون نقدروا نقولوها في التليفون عندك شي نمره التليفون قول لنا المهم تي نمره التليفون هاري نشوفوا نجبدوها لك وهذا هذا هذه رساله جاب شويه تجبدها سير نجبد لك حمزه عندك اتصالات ولا اي نون اتصالات ما نعرفش اتصالات انا اورون انا بغيت من يعاونني لك كاين شي عويل راني هذا هذه رساله الناس دكاله ام في مقتبل هذا العمر هذا وكتشاهدوها معنا مسكينه كي خدامه خليكم معنا انا نقول لكم رقم الهاتف ديال خمسة واحد صفر تسعود ستة ثلاثة أربعة ثلاثة خصنا نعاود نتأكدوا منه صفر ستة خمسة واحد صفر سمعتوش ما تعاودش مورايا الهضرة خليكم معنا متابعينا ومتابعاتنا الكرام خليكم معنا صفر ستة خمسة واحد صفر تسعود ثلاثة أربعة من هي هذيك؟ حمزة صفر ستة واحد وخمسين صفر تسعود ثلاثة وستين أنا نشوف ضرب لي في الرهيب ضرب أخو غايت شوى اذا رقم الهاتف ديال هاد السيده متابعينا ومتابعاتنا الكرام هاكا المهم نمر تليفونك هو 06 51 عافاكم شي واحد في الكومونتيرات يكتبوا 06 51 09 63 43 06 51 09 63 43 عافاكم شي واحد يكتبوا في التعليقات باش يبقى طالع الناس دخل دير لي كوبي ودخل شوف تي في لايف وكتبوا في التعليق قولي المهم شحال درتي ديال الوليدات اللي خلاوك دابا تاع لهذا العمر هذا و... ها العرض الله يرحمهم الله يرحمهم شحال باقيين 11 مرض بالعصا راه قاعد معايا في الدار هازاه انا اللي كنخدم من جيبي عندو مرض نفساني هي مرض نفساني تيارة ولات شوية لاباس عليها بقيت نجري ما كاين ما يدار ام ايوب تاهي صاير راك تطلع لا حول ولا قوة الا بالله الله ينصر سيدنا روفيك ساوى الله ينصر سيدنا الله يحفظه لينا الله يخليه لينا يا بليس الله يخليه لينا الله يحفظه لينا الله ينصره لينا الله ينصر لينا الله يحفظهم الله يعاونهم ولا كيف غتسالي من هنا دابا عاوتاني ترونسبور وترجعي ل كتمشي واقيلا حتى ليوسفيه واليوسفيه تقلبي عاوتاني ردة 44 لا تقلبي ليوسفيه انا غادي دكال سيدي بنو ركب وحده سيدي بنو من هنا كاين الكار كيجي هذا النهار ديال الخميس زيما شحال كتركبوا من باش شحال كتمشي بشحال كتجي كنمشي ب 400 ونجي ب بعد هاد البنات شريت لك 100 درهم كنمشي ب 50 درهم
قلت لي انت كتصوبي ثلاثه البالات اش تخلي لك هذا وما تلحقيهاش واش تغدي هنايا واش تاكلي ولا بغيتي تقضي خضيره هنا معاك بعد الخضره في السوق طايحه شويه في الثمن الحمد لله الله يفرجها من عنده امي امتي يا ربي امين ما كاينش هذيك رتي لي واحد حتى يا ربي امين يا ربي امين هذه متابعينا ومتابعاتنا الكرام مرقيه ياك يا امي مرقيه ها انت امي امتي ها انت امي مرقيه كتشوف راسها في البت احنا اوروند واخا سيدي تحياتي للناس ديال 16 مرحبا تحيه لكم تعالوا مع المراه تعالوا مع المراه اش غنقول لكم والله العظيم لا تحيه لهاد الشباب بعدا ديال الناس دكاله اللي كيتعاونوا مع هاد المرقيه ولكن فعلا قصه تؤلم الصدر انا غنوريكم كيفاش المرقيه كتخدم بحال بعض العيالات هانوما غنخرجوا دابا غنديروا نشوفوا الجوله هنا في السوق فين نلقاوهم ها انتم هاد العيالات هادو ها انتم هاد المرقيه كيفاش كتخدم راه كيقلد اللون النهار كامل هما هنا في السوق كيكنسوا كيكنسوا كيجمعوا هذاك التراب كيجمعوا هذاك الفرتيت ولا القش ديال السلام عليكم امي امتي كي دايره كي دايره مع الصحيحه نسولك ماشي مشكل منين امي امتي منين جيتي من جدور قريبه لهنايا جدور وكي دايره الوقت عندكم ليه مصوره شي ولا والو دابا كتضلي خدامه هكا كتجمعي في وفين هما الوليدات اللي مشيتي يخدموا معاك يا ربي عندك راسك يا ربي امين يا ربي يا ربي امين يا ربي تحمل الزلطانه يا ربي الشرق اللي بغى يقعد نصافي كيفاش تقعد وبحال اليوم الصوت كيبغى يدير تقعد ما يا ربي امين يا ربي امين يا ربي امين يا ربي امين والله العظيم الى منظر مؤسف ومشهد مؤلم جدا شوفوا نساء في هذا العمر هذا كيخدموا عيالات كبار الزمان قاسح الوقت غاليه لا حنين لا رحيم لا والو والله العظيم الى إلهي الله كندخلوا كنبغوا نضحكوا معاكم شويه واخا كنهضروا هضره قاسحه وكيدوزوا ميساجات قاسحين ولكن في كثير من الاحيان كتشوف مشاهد مؤلمه بحال هكا عيالات جايه من سيدي بنور مسكينه تجي ضاربه الطريق 50 درهم 50 درهم روتور باش تكنس هنا في الارض باش تبيع هذاك الشيء التالي ولا تعاود تربح 50 درهم ولا تشيط تخدم ثلاثه المرات في السيمانه مشاهد مؤسفة للأسف مشاهد مؤسفة مشاهد مؤسفة كنشوفوها هنا خدم كاين بعد إنساني كنشوفوها عند شفتو هادوك التكاليين كيواقفين مع هاديك السيدة ولكن هناك بعد إنساني مؤلم وواقع مؤلم للأسف يتخبطوا فيه ويعيشوا فيه الكثير من المغاربة ضربة الخبز صعيب والغلم كاين الشتا ما كايناش الناس كتحدرف لقمة العيش صعبة والأصعب هو أنك تجي بعض المرات ما كتلقاش عندهم وليدات اللي يخدموا عليهم لا كتقول لك الزمارة قاهر كل شيء اللهم نخرج أنا نخدم عليهم في وسط التراب ريتها كي غتولي مرض صدر الربو والجميع يعاني في صمت نضرب لكم موعد متابعينا ومتابعاتنا الكرام في بث